كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. جاي العيد الكبير بدون أجرة. اللهم واحد أربع شهور حنا تنتسناو، أربع شهور ديال المماطلة، أربع شهور حنا كنتسناو. كل اجتماع كيتأجل، أنا من هذا المنبر هذا عندي رسالة للعامل صاحب الجلالة، لأنه هو المسؤول، هو اللي كيمثل صاحب الجلالة في الإقليم. أنا تنحمل المسؤولية ديال هاد الناس ديال 160 واحد. أشنو درتي لينا؟ أشنو الدور ديالك؟ أشنو كدير؟ أشنو تدير لما لقيتي لناش الحل؟ راه حشومة وعارف مغرب 2019 أربع شهور ما تخلصوش، 10 سنين ديال الخدمة جرى علينا هاد السيد هذا. شنو المصير ديالنا؟ أنا ما كنقول لك، عطينا رزقنا سيدي، عطينا هذاك الشيء اللي كنتسالو. 10 سنين لا كونجيات لا والو، الخدمة ليل ونهار، 10 سوايع في النهار 12 ساعة ديال الخدمة، وهذا هو المصير ديالنا، والمصير ديال هاد الناس هادو ديال 160 واحد. وتنعاودها غتنحمل المسؤولية للسلطة وعلى الراس ديالهم العامل ديال إقليم سيدي قاسم. العامل ديال إقليم سيدي قاسم راه ما دارش خدمته، أتحملوا مسؤوليتي. أنا كنتحمل المسؤولية. أربع شهور ما تخلصش السيد العامل، شنو غدير؟ أربع شهور ما تخلصش شنو غدير؟ وتقدر أنت تخدم بلا صالير؟ أنا عندي سؤال جاوبني عليه، الله يرحمك الوالدين جاوبني عليه. ناضل يا مناضل، ناضل يا مناضل، ناضل يا مناضل، ما كاين لا هادي لا هادي لا مشاكل لا حتى حاجه. اذا بينا واحد النهار تقريبا السيمانه الاسبوع الاول في شهر 4 خدمه خدامه، ما كاينش زعما تقول حابسين ولا شي حاجه، المهم خدمه خدامين. حتى تنتفاجئ واحد الصباح المهم قال لك سير واحد 4 ايام تنعيطوا لكم. قلنا ماشي مشكل، مشينا سيدي ريحنا الاسبوع الاول الثاني الثالث كذا، وصل الشهر تقريبا شهر 5 دارت السيمانه فيه. قلنا راه يدوزلنا الفيكس ديالنا، ماذا بيك؟ هضرنا معاهم قلنا شنو قال لك الشركه في ازمه؟ كاين الشركه في ازمه، وليت تعرف الازمه عندها مراحل، ماشي الازمه بين عشيه وضحاها تكون ازمه، ما عمرها تمكن هادشي، ما عمرها شدناه، هادشي راه ماشي معقول. هي هذيك جينا تنتفاوضوا معاها وكذا ولا من يجيب، ما مسوقنش لينا كاع مره، تتهضر اسيدي تيقول لك اسيدي سير خويا كاين القانون، سير القانون يعطيك ينصفك الحق ديالك، ما شدنا حتى حاجه. جينا سيدي الاخوان ديالنا درنا اجتماعات العماله كذا، ما كاينش اللي تسوق لينا، كل شيء الحوار 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 الحوار، المهم ما كاين حتى حاجه، المهم كل شيء راه باين، كل شيء راه باين، الله ينصر الحق. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.